السلام عليكم، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايبه لكم الجزء الثاني من نصايح مطبخيه، لان قدمت فيديو قبل كده عن نصايح مطبخيه وعجبكم جدا واستفدتوا منه. لو انت ما شفتيش الفيديو هتلاقي الرابط اسفل الفيديو الحالي. اما لو انت مش مشتركه في القناه وحابه تتابعي النوعيه دي من الفيديوهات، اشتركي وفعلي الجرس. ايوه فعلي الجرس عشان تكوني مميزه معايا ويوصلك الفيديو اول واحد. اما الناس الحلوه بزياده اللي بتكتب كومنتات حلوه بزياده، يا ويلكم بكل الحلوين، لايك وشير لاصحابكم علشان يستفيدوا زيكم. خلينا بقى ندخل في الموضوع ونعرف ايه هي النصايح اللي انا نفسي لما جربتها بجد استفدت جدا جدا، وكمان هوريها لكم بشكل عام. يلا بينا، يلا بينا. النصيحة الأولى معايا وهي العلب البلاستيك لما بيصفر لونها. بنستخدم وصفة بسيطة جدا وهي شوية سكر ونحط عليه شوية صابون سائل وبنحط عليها شوية تلج وشوية مية ونربهم كلهم في العلبة وبعد كده بنغسلها. الموضوع بسيط جدا وهتنضف خالص زي ما انتوا شايفين كده. نيجي للنصيحة التانية وبرضو خاصة بالعلب البلاستيك. لما بيكون ريحة العلب البلاستيك وحشة جدا حتى بعد ما تغسليها، وصفة سهلة جدا، تجيب رغيف توست وتحطيه في العلبة وتحط عليه شوية خل وتسيبيها لحد ما الرغيف يتشرب الخل وتفتحي العلبة وتغسليها بالمية، هتلاقي الريحة راحت خالص بس كده. ولو ما عندكيش رغيف توست ممكن تجيبي رغيف فينو. تمام؟ تمام. نيجي للنصيحة رقم 3 ودي بنعاني منها كلنا في رمضان، وهي المواعين اللي مش نظيفة او الدهون بتاعتها ما بتطلعش بالمية الباردة. بنعمل حاجة سهلة جدا، ان احنا نسخن لتر مية ونحط معاه نص كوباية خل ونغليهم كويس وبعد كده نفضيها على المواعين، هنلاقي المواعين نطفت بسهولة والدهون كلها راحت بس كده. نيجي بقى للنصيحة رقم 4 وهي الحلل المصمدة، وكلنا بنعاني من مشكلة الحلل المصمدة. ازاي نشيل الصماد من الحلل سواء الحلل الألمونيا او غيرها؟ يعني الحلل المصمدة هنعمل وصفة سهلة جدا. هنجيب بطاطساية ونقسمها بالنص ونحط البطاطساية في شوية ملح ونقعد ندعك بالبطاطساية في الصماد بتاع الحلة، هنلاقيه بيطلع معانا وبعد كده بنغسلها عادي، هنلاقي الحلة رجعت جديدة زي ما احنا شايفين بس كده. النصيحة رقم 5 وندخل بقى شوية على الأكل، ولما الكيكة تلزق منك في الصينية يا حاجة بجد بتخليكي تحسي ان انت عملتي مجهود كبير وبعد كده الكيكة باظت. لا، لما الكيكة تلزق منك في الصينية ما تحاوليش تقعدي تدقي عليها والخط والرزع ده، لا. انت بتعملي ايه؟ تجيبي صينية تحطي فيها مية وتحطي الصينية فيها مية سخنة طبعا، وتحطي الصينية فيها وتسيبيها شوية لحد ما تفك خالص وبعد كده اقلبيها هتلاقيها قلبت معاكي. وطبعا علشان الكيكة اصلا ما تلزقش في الصينية بتحطي ايه قبل ما تحطي الكيكة؟ بتحطي شوية زيت في الصينية وتوزعيهم في الصينية كلها، وبعد كده تحط عليهم معلقة دقيق وبرده توزعيها في الصينية كلها، وبالتالي الكيكة مش هتلزق منك في الصينية. نيجي للنصيحة رقم 6 والأخيرة وهي خاصة باللحمة المجمدة. لو انتي مطلعة لحمة وجالك ضيوف على فجأة وعايزة تعملي اللحمة دي بسرعة، عايزاها تفك منك بسرعة، بتجيبي حلتين وواحدة فيهم تكون فيها مية سخنة وتحطي كيسة اللحمة ما بين الحلتين والمية السخنة من فوق وتسيبيها شوية، وبعد كده يعني شوية لحد ما تفك. طبعا هتسيبيها شوية، حاجة بسيطة يعني ممكن تفك منك في 10 دقايق وبعد كده تستخدميها عادي خالص. وبكده تكون خلصت نصايحي النهارده. ولو عجبكم الفيديو ممكن تقولولي واعمل لكم نصايح مطبخيه الجزء الثالث. وقابلكم ان شاء الله الفيديو جاي على خير، والسلام عليكم ورحمه.